شو وقت تخلي البامية لعد؟ قبل الطبخ شيء وبعد الطبخ شيء، شوف؟ والله زين هي مو توجهك، هي مو توجهك؟ قاعد حاير لي تسوي لنا هاي الحركات وما ادري شو. لا 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 اكو هاي اكو هاي اكو هاي اكو هاي لا عندك لا شيف هاي هيجي شيف هاي هيجي ايوه ايوه الله 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 شوف الحركات هي رجعت لك النقطة. زين شيف خلدون البصل الاخضر بس تفضل هنا غيرنا انا بقي على التختي البصل الاخضر هذا مال التزيين. علي اسمع شيف خلدون عنده طلب لك حتى يرجع لك النقطة. يا امور عيوني صار معيونك تفضل هنا سوي لنا رقصة الباليه اللي انت مشهور بها بس هنا قدام المشاهدين يا شباب يا مصورين. حيدر جيمي عامة هاي لقطة عالمية وثق وثق هلا وياك وياك شيف خلدون وياك. واو ايوه ايوه شنو هذا؟ شنو هالابداع؟ شوف 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 الحركات. لا 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 الفريق نفسك لا لا فرت لك فرت ايوه واو لازم هيك يصير الله 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 فلامينغو رهيب والله لا تنسى الجدر على النار يا علي احترقت البان خلينا بعد شويه مي هسه لازم اسمع الكابتن مالتي برافو 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 يلا حماس حماس اموركم طيبه ما محتاجين شيء من شيف خلدون اموركم طيبه ها علي ما محتاج شيء اوكي اوكي احتاج ربي ينصره ويوفقه ويخلي هاي الابتسامه الحلوه الله لك وله والله امين ان شاء الله لكم ايضا شكرا موفقين موفقين شكرا شيف خلدون نشوفك بعد شويه اكيد لما ينتهون الشباب من تجهيز الاطباق اللي انت طلبتها من عندهم